الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الحضور ورحمة الله وبركاته. أولا الأخ قاسم بداح، إليك مني عليك السلام، وإلى جميع الحضور يسلمون عليك. هذا الإنسان أولا النظام استهدف عوائل الشهداء منذ فترة وما زال، وأنا أقول لشعب البحرين أيها الشعب الكريم، إصراركم مع عوائل الشهداء وارتباط عوائل الشهداء بكم هو الفخر والقوة. اتحادنا جميعا ونحن ما زلنا متحدين، اللي مخلي النظام دائما يستهدف عوائل الشهداء بهذه الصورة، قام باعتقال آباء الشهداء وتلفيق التهم لهم زورا دون تبرير، وكذلك يفعل لن يجدي. ومثل ما قال أخي سابقا، إن هذا الشعب الكريم مصر ومؤمن بقضيته، دماء الشهداء من أجل قضية وتقرير مصير هذا الشعب الأبي الوفي. بالنسبة للأخ قاسم بداح، شخص مناضل وعوائل الشهداء، وتفضل مشكورا في هذا العمل مع رابطة الشهداء، وهو من أسر الشهداء الكرام. هذا العمل التطوعي من أجل ثقة الجميع به، وهو كفء لذلك، ويستحق منا الكثير مشكورا على عمله ونضاله معنا وتعاونه معنا مثل باقي الحقوقيين معنا، ونحن نفتخر بذلك. ونحن نقول لك يا أخ قاسم، إن هذا الشعب الكريم لن ينسى قضيته، والمساس بأي فرد من أبناء الوطن كالاعتداء على عوائل الشهداء. أبناؤنا هي أبناؤكم أيها الشعب الكريم. المساس أو الاعتقال على أب شهيد أو أخ شهيد أو عم شهيد اعتداء على عوائل الشهداء جميعا. هذه رسالة عوائل الشهداء إلى هذه السلطة. نحن ما زلنا مصرين على كلمتنا واحدة مع هذا الشعب، نحن نريد تقرير المصير، نحن ما زلنا نطالب بالقصاص ثم القصاص، ولن نتراجع عن كلمتنا في يوم ما مهما تكون النتائج. نحن أمام الله وأمام هذا الشعب مصرين على مطلبنا، فقضيتنا واحدة وتقرير المصير واحد، أبناؤنا هي أبناء الشعب، ونحن معكم أيها الشعب الكريم لن نتراجع. وإلى الأمام، والله يفرج إن شاء الله عن الأخ قاسم، ونحن نحمل السلطة أي مسؤولية أي انتهاك أو تعدي على المساس بالأخ قاسم. الأخ قاسم أنا أعرف عنه شخصية، الإنسان في حالته الصحية ليست على ما يرام، وإن هذه التصرفات الهمجية واعتقاله بهذه الصورة البشعة، نحمل السلطة مسؤولية أي ما يجري على الأخ قاسم من أي انتهاك أو شيء أو أذى يلحق به. لن نسكت على ذلك، ولن تكون هذه الوقفة الأخيرة، وسنواصل حتى الإفراج عن أخوتنا الأبرياء داخل السجون. وشكرا لكم أيها الشباب.